الحوادث. أنا عندي والد صديقي اندعم، كان يطلع على البيت 5 الفجر، فاندعم تقريبا هناك يم مطعم بيت الطين، خطي والله تقريبا 10 أمتار، فبينه وهذاك المجسر خطر الحوادث الموجودة هنا وهنا كذلك. يعني ما شاء الله السيارات عبالك مثل السيل، ما بيدو يعطي مجال، هو على سرعته، فالراد ضروري مجسر والله، والله ضروري، والله ضروري، ضرورة ملحة جدا، لأنكم مرات تجي حالات نادرة أو مستعجلة مثل ما يقدر يعبرها من هنا، خوش حكي يقدر على الأقل مجسر، والمشكلة ما حد يعني ما ينطون مجال، يعني هسه قبل نص ساعة إذا تجي عبالك الله نهر، لأن يعني يعبر من هنا مريض، لا يقدر يمشي احتمال حرمة، فوالله تقريبا هذاك المرة واحد خطيه ربع ساعة، إلا احنا جينا تعنينا وقفنا السير الله عبرناه. والله لازم مجسر. هسه على ازدحامي انا الصبح بالقوة عبرت نص سيدة ذاك السيدة انا. بالقوة عبرت؟ اي والله بالقوة. زين مع مريض مع طفل؟ والله مشكلة ان السيارة لازم للباب تجيبه. تحتاج هذه المنطقة جسر مشاف مقابل المستشفى. ولا بيجون هن كبار السن؟ ايه كبار السن والمرضى. والله تحتاج مجسر ضروري يعني، لازم مجسر هنا. لأن العالم تعبر تعب مستشفى دوام هنا عندك هاي الاستدارة دائما يصير حوادث بيها طبعا يعني لازم هنا تعبر العالم طلاب أطباء يعني كله لازم مجسر هنا صارت حوادث كثير والله كهربائي لازم لأن العالم مرضى يعني تعب المريض ما يصعد درايش لازم كهربائي ولازم يستعجلون بهذا الشيء مجسر كهربائي يوم مستشفى وهنا فتحة يصير حوادث هنا ويجون بسرعة ما أحد يثقل ومرضى يجون ما يقدرون يعبرون الشارع يحتاج على مجسر كهربائي مدارس عالم تعبر على محلات على سوق على كل شيء.